ألمانيا والمزيد من المعطيات حول الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف من ميونخ مراسلنا عبد الرحمن عمار. أهلا بك عبد الرحمن. مرحبا. إذن ما هي آخر المعطيات المتوفرة لديك حول هذه العملية؟ آخر المعطيات هي الندوة الصحفية التي عقدت وحضرها المسؤولون الأمنيون ونفوا فيها وجود أي دوافع سياسية للحادث المأساوي الذي وقع ليلة أمس، ولم يستبعدوا أيضا أن الشخص مختل عقليا، واستبعدوا أيضا فرضية وجود متورطين آخرين في هذا العمل الإرهابي. لكن السلطات الألمانية على لسان وزير الداخلية أكدت أنها ستشدد الإجراءات الأمنية للأنشطة والتظاهرات التي ستشهدها البلاد. ميونخ شهدت قبل أشهر حادثا مماثلا لألماني طعن المارة في القطار وكان ينادي الله أكبر، وهو مختل، كان أيضا مختلا عقليا. تحدثت قبل دقائق مع طبيبة نفسية مغربية أو ألمانية من أصول مغربية، قالت لي بأن ظاهرة الأمراض العقلية منتشرة كثيرا الآن في المدن الكبرى لأسباب كثيرة، والمرضى العقليين يسهل لهم الارتماء في أحضان التطرف المنظمات المتطرفة وفي صفوف أيضا المجرمين. صحيح أن الكثيرين تنفسوا السعداء لأن داعش لم تتبنى الهجوم، ليس هجوما إسلاميا، لكن في نفس الوقت ألمانيا لا تريد أن تستهين بالتهديد. نعم، والإسلام طبعا بريء من كل هذه الهجمات. هل يتوقع أن يرتفع عدد الضحايا في هذه الحادثة بالنظر إلى أن البعض في حالة حرجة؟ صحيح، الأطباء قالوا بأن حالة الكثيرين منهم توجد في المرحلة جد حرجة جدا، وكل السيناريوهات مفتوحة، وإذا فرق أحدهم الحياة يتم نقل المعلومات إلى وسائل الإعلام، لكن هول الصدمة لا يزال حاضرا. مراكز التسوق والمطاعم المحيطة بمكان الحادث لا تزال مغلقة، وهناك خوف في سيارات الأجرة في كل مكان. هول الصدمة كان كبيرا جدا، وحتى الناس الذين يدخلون إلى مراكز التسوق اليوم يدخلون إليها وهذه الصور تحضر في أذهانهم، لأن لا قدر الله يمكن أن يكون هناك أشخاص آخرون لديهم نفس الأمراض العقلية ولديهم سلاح وربما ينفذون أيضا العمليات إرهابية أو جرائم، وكلها سيناريوهات لا تستبعدها المصالح الأمنية هنا في ألمانيا بشكل عام وفي ميونخ بشكل خاص. نعم، إذن الخوف سائد طبعا في ألمانيا لحدود الساعة من هذه الهجمات التي ينفذها متطرفون وليسوا يعني إسلاميون كما يروج. إذن نريد أن نعرف الإجراءات الأمنية المتخذة الآن في ميونخ وحتى في ألمانيا بشكل عام. السلطات الأمنية تحاول أن تقلل من حضورها في الساحات العمومية لسبب بسيط، لكي لا يخاف الناس، لأن الألمان لم يتعودوا على رؤية الكثير من رجال الشرطة في مراكز التسوق أو في محطات القطار. لكن في نفس الوقت فهي حذرة ويقظة وتحاول مراقبة مثلا الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى المدن وأيضا المطارات، وهناك خلايا تراقب أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الكثير من المجرمين والمتطرفين الآن ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك
الكثير ترفس الصعداء، لكن في نفس الوقت هذا ليس مبررا لكي يرتاحوا نعم. او شكرا. لكي يتخلصوا من يعني من استبعاد احتمال وقوع جرائم او اعمال ارهابيه اخرى. شكرا لك مراسلنا من المانيا عبد الرحمن عمار على كل هذه التوضيحات.